نعم، إذا متابعينا الكرام، متابعي شبكة قدس الإخبارية، نحن معكم من مدخل مدينة البيرة الشمالية، حيث تدور مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. هذه المواجهات اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة في هذا اليوم بعد المجزرة والتي ارتكبت من قبل جيش الاحتلال في مدينة نابلس، أدت لاستشهاد 4 شبان. بعد قديش توصلنا؟ شو؟ بعد قديش توصل؟ شوي لا ارتحت نزلك. شكرا. الطائرة تحت نازلة تحت.